يشبه شمال غرب سوريا قطاع غزة إلى حد ما، رقعة جغرافية مقتطعة من وطن كبير يحشر فيها ملايين المحاصرين لهما منفذان وحيدان إلى العالم، في الأولى تركيا وفي الثانية مصر، ولهذين المنفذين دولتان تديرهما وتضع شروطا وقوانين معقدة للفتح والإغلاق والعبور. أما على الجهة الأخرى فيحد شمال غرب سوريا مثلا نظام قاتل وقيصر داعم يشاركه الجريمة وميليشيات طائفية تطوق المنطقة وتضيق على أهلها وتتفنن في تعذيبهم وقتلهم واللعب بمصيرهم وإبقائهم ساحة مفتوحة ومشروعة لتجارب الأسلحة والانتقام والمكايدة السياسية. أما قطاع غزة فيطل في جانبه الآخر على كيان محتل يحاصره أيضا ويتحكم بما يدخل ويخرج منذ سنوات، ولا يتوقف عن ضرب القطاع عبر حروب متعددة وعمليات عسكرية عديدة، لكنه هذه المرة فوجئ بالطوفان الذي جاء من هناك وجرف معه هيبته العسكرية. في شمال غرب سوريا ومع كل حدث في غزة يتضامن الأهالي معها بالمظاهرات والرسومات. أهلا بك.